بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في فيلا جي 222. احنا دلوقتي اللي باين قدامنا اللي هو لوحه مكتوبه خاصه بالعداد الرئيسي ومفتاح القطع الرئيسي للفيلا، بالاضافه الى ستاند باي مفاتيح اضافه. هنفتح اللوحه اللي موجوده قصادنا. احنا فتحنا اللوحة دلوقتي هنشوف ايه اللي تم تركيبه. الخطوط الحمراء دي هتبقى داخلة على الفيلا من الداخل، وطبعا هناخد واحد منهم هيبقى خاص بحمام السباحة. الماسترتين اللي احنا شايفينهم دول ستاند باي احتياطي عشان لو عايزين نزود مفاتيح اضافية، وجايبين المفتاح الرئيسي اللي هو بيحمي الفيلا بالكامل. ده 500 امبير، وده من نوع شركة تركية بتصنع المفاتيح اللي هي قطع الوقاية الرئيسي دي، مصانعها في 10 رمضان. ده صناعة مصرية. هنبتدي الموضوع ان التلات كابلات الرئيسيين دول جايين من الكفريه الرئيسي في الكابل المسلح اللي موجود. وطبعا المواصفات بتقول انه بيبقى فيه 3 كابلات، والحكومة عايزة 50 ملي، والكابل الرابع اللي هو بتاع الارض الاسود دوت بيبقى 35 ملي. بس احنا عشان عندنا حمام سباحة اضافي هنا بيحوي احمال عالية شوية، فاحنا جبنا الكابل ده 70 ملي. طيب ليه 70 ملي؟ 3 فاز وواحد 35 ملي اللي هو هيكون الارضي، لان انا عندي في الفيلا بالداخل لو حسبنا الاحمال بسرعه عندي 9 اجهزه تكييف، الواحد حوالي 3 حصان، يعني ما يعادل حوالي 2 او 2 وكسر كيلو وات، يعني هنتكلم على ما يقرب من 20 كيلو وات، ده احمال التكييف. وعندي سخانات هتركب برضو سخانات كهرباء هتدخل لها في حوالي 15 كيلو وات، وعندي افران زائد ثلاجه زائد غسالة زائد مايكرويف. الأحمال ديت ممكن هتدخل هي كمان من 15 ل 20 كيلو وات على حسب المالك هيرص ايه عنده. حمام السباحة عندنا مضخة 3 كيلو وات، وعندنا مضخة تانية هتبقى 1.5 كيلو وات للجاكوزي. 3 كيلو وات للحمام السباحة، 1.5 كيلو وات للجاكوزي، ومضختين هوا كل واحدة 1 كيلو وات هتبقى خاصة بالمية. خلاف بقى سبوتات الإضاءة اللي هتبقى موجودة في اللاندسكيب وشبكة الكهرباء اللي بتغذي البناء، يعني أحمال عالية. فإحنا احتياطيا جبنا مفتاح 500 أمبير، وجبنا كيبل مسلح رئيسي 3 فرد، كل فردة 70 ملي، والفردة الأرضي 35 ملي. تمام؟ قلنا الكابل المسلح ده جاي من الكفرية. هنفتح الكفرية ونبص على الكابل المسلح. ده الكفرية الرئيسي الخاص بالفيلا، ده بتاع الحكومة طبعا بالاتفاق مع إدارة التركيبات اللي هي موجودة في الحي الثاني. قالوا لنا جهزوا لنا الحاجات ديت عشان نيجي نركب. هتشوف ادي عندنا 3 فازات، 1 2 3، دول اللي هيجوا يتغذوا من ادي 3 فيوزات، وادي تحتها الكهرباء بتاعة الحكومة. تمام؟ بس طبعا اطلاق التيار الكهربي بيركبه هنا فيوز مكانه فاضي، وهنا وهنا بيبقى التيار الكهربي داخل جوه موجود هنا. هو طبعا في كهرباء حيه حاليا في الجزء الواطي اللي موجود تحت هنا. صحيح كهرباء جاهزه. تمام؟ طبعا ده 380 فولت فرق الجهد. طيب الثلاث كابلات دول هم اللي هم اللي موجودين اللي احنا شفناهم في اللي داخلين من اسفل المفتاح الرئيسي. هنرجع للوحه الرئيسيه تاني. لو نرجع تاني للوحة الرئيسية زي ما احنا شايفين هنا، ادي المفتاح هنا على وضع اوف. تمام؟ طبعا لما بتشغل المفتاح بيطلع الكهرباء، ادي كابل 2 3. طيب
الدوائر اللي موجودة ديت عبارة عن ورد وصواميل. ده المفتاح ده متركب، دي عبارة عن مسمار 13 ملي بالصامولة بالوردة بتاعته، وراكب على كوسة. الجزء الرئيسي بنسميه كوسة، فهو باين هنا يمكن أكتر. دي كوسة 70 ملي، التلاتة اللي تحت اللي هنا دول عبارة عن كابلات 35 ملي. يبقى أنا داخل عندي 70 وطالع عندي 35. ال 35 ده لسه هيتوزع، مش هيشتغل 35 بس. أدي يطلع واحد اثنين ثلاثة، دول بيطلعوا. لسه الأعداد إن شاء الله المفروض إنه يجي يركب بكرة، هيركب في الجزئية ديت وتدخل في الثلاث كابلات دول. تمام؟ هنصور تاني بكرة بعد ما نركب العداد، واللي طالع من العداد هيروح داخل في الأربع خراطيم دول. نفس الكلام بالنسبة للفيلا اس 74، ولكن جبنا مفتاح أصغر 400 أمبير لأن هناك مفيش حمام سباحة موجود عندنا. شكرا.